السلام عليكم، يعطيكم العافية. إن شاء الله بالفيديو هذا نكمل في مادة البيوكيمستري، وفي الفيديو هذا نحكي عن الكربوهيدرات. إيش تعرف الكربوهيدرات؟ هو عبارة عن بولي هيدروكسي، يعني عنده أكثر من أو اتش، على الأقل 2 أو اتش، تمام. ممكن يكون ألدهايد أو كيتون. في حالة الألدهايد والكيتون عندهم الكربونيل جروب، زي ما بنعرف إنه الألدهايد عنده الإيش، الكربونيل جروب بتكون طرفية، والكيتون بتكون إيش، بالنص. هسا الساكرايد اسم تاني للكربوهيدرات، ممكن يكون سيمبل او كومبلكس زي ما راح نشوف كمان شوي. هسا شو الفانكشن تعون ايش الكربوهيدرات؟ الكربوهيدرات عبارة عن ايش، هما the major source of energy، وهو المصدر الرئيسي للطاقة. هسا لما نيجي ندرس الليبيد راح نحكي انه هي the major storage of energy، فبدنا نكون ايش منتبهين. يعني في حال وجود الكربوهيدرات ما بكسر البروتين ولا الامينو اسيد. في حال وجود الكربوهيدرات ممكن تعطي ستراكشر للمولكيول، يعني زي في حالة السيلولوز والكايتن. السيلولوز موجود، هما الاثنين عبارة عن بولي ايش، سكرايد. فالسيلولوز موجود بالبلانت، والكايتن موجود في الاكزوسكيلتون تبع الحشرات والى اخره. ممكن يكون ايش يعطي بيلدينج بلوك، بيلدينج بلوك. شو يعني بيلدينج بلوك؟ يعني بيعطي يعني زي دعامة، او بشكل عام اللي هو بساهم بيعطي specific function للمولكيول، تمام. بقدر ايش نميز بين المولكيول في الاكسترا سيلولار ماتريكس عن طريق وجود الكربوهيدرات، زي مثلا الجلايكوبروتين والبروتوغلايكان الى اخره. ممكن نستخدم بالسيلولار اند immune recognition، يعني زي مثلا الخلايا المناعية بتيجي ايش بتعمل ريكوجنايز ذا فيروس عن طريق ايش، وجود السكر كريسبتور، تمام، موجود على ايش، سيرفيس تاع هذا الفيروس. يعني زي مثلا الفيروس كورونا لما اجوا طلعوا اللقاح تعرفوا على ايش نوع الشيء الموجود، نوع السكر الموجود على السيرفيس تاع الفيروس، فطلعوا من خلاله اللقاح. ممكن ايش بقدر استخدمها بالسيل والبلاد جروب، بلاد جروبس. هسا في حال وجود عندي كانت مجموعة الدم غلط، هون الاميون سيستم بيشتغل وبايش بيعطيني اميون ريسبونس. ممكن نستخدمها بالسلسل ريكوجنيشن راح نشوفها، والكوميونيكيشن يعني بالتواصل بين الخلايا. هسا كيف بدي اصنف انا الكربوهيدرات؟ الكربوهيدرات بقدر اصنفهم عن طريق عدد السكر وعدد الكربونات. هسا اول تصنيف اللي عندي اللي هي عدد الكربون، اللي هو عفوا عدد المونوساكرايد، اللي هو يكون مونو اللي هو عن طريق من اسمه مونو يعني سكر واحد، داي يعني عنده 2 سكر، والأوليكو من 3 إلى 10، والبولي ممكن يكون مئات وآلاف وملايين، كلياتهم مرتبطين بكوفيلنت بوند من نوع جلايكوسيدك. هسا كيف موجودين البوليساكرايد؟ موجودين على شكل بون، تمام، ونادر ما ألاقيهم على شكل سيمبل، يعني بيكونوا كومبلكس أكثر من إنهم يكونوا إيش، بيكونوا كومبلكس اكثر من انهم يكونوا سيمبل. طيب زي ايش؟ زي البوليساكرايد زي ما راح ندرس، اللي هو ستارش والسيلولوز والجلايكوجين، طبعا الانيول والجمز بشكل عام والديكستران. راح ندرس البوليساكرايد احنا هسا. ممكن يكون جلايكوبروتين، ممكن يكون بروتوغلايكان، زي ايش، الهرمونات والبلد جروب كمان، والانتي باديز اللي هي الاجسام المضاده. هسا شو الفرق بين الجلايكوبروتين والبروتوغلايكان؟ هسا انا لما احكي جلايكوبروتين بلفظ الجلايكو، ما بلفظ ما بحكي جلايكوجين بروتين او جلايكان بروتين، بحكي جلايكو نص الكلمه، والبروتين بلفظها كامله. يعني اللي بلفظه اكثر او كامل بكون كميته اكثر، جلايكو معناته كميته قليله والبروتين اكثر. بروتوغلايكان ما حكيت بروتين جلايكات، حكيت بروتو يعني كميته اقل، والجلايكان حكيت يعني تكون كميته اكبر. هاي في حاله الجلايكوبروتين تكون بروتين اكثر، والبروتوغلايكان بيكون ايش، السكر اكثر. من الاشكال انه بيكون موجود فيها الكربوهيدرات اللي هي جلايكوليبيد، زي سيرابروسايد او جانجليوسايد راح ندرسهم بالليبيد. بدي اياك بس تعرفوا انه من اشكال يعني بيكون كومبلكس مع ايش، الليبيد. جلايكوسايد زي ما حكينا ممكن يكون داي او اوليجو او بولي، بيكون مرتبطين بكوفيلنت بوند من نوع ايش، جلايكوسيد. ممكن يكون ميوكوبوليساكرايد. شو يعني ميوكوبوليساكرايد؟ اللي هو زي الهيولورينك اسيد اللي هم جلايكو امينو جلايكان، راح ندرسهم برضه بالبوليساكرايد. ممكن يكون مرتبط بالدي ان اي والار ان اي. هسه التصنيف الاول ممكن يكون ايش، مونوساكرايد. طيب
يعني في حال الكيميكال فورمولا تاعتها سي ان اتش تو ان، يعني في حال حكينا اللي هو ذا سمبل شوجر بتكون من ايش؟ من 3 كربونات، يعني بيكون صيغته سي 3 اتش 6 او 3. تمام، يعني هسه هون حكينا انه هم برضه يكون الدهايد او كيتون. هسه في حالة الالدهايد بنسميه ذا سمبل الدوز اللي هو جليسر الدهايد، بتكون الكربون الجروب طرفية وعنده 2 او اتش وثلاث كربونات اللي هي 1 2 3. في عندنا مصطلح او اشي كربون بسميه كايرال كربون. كايرال كربون بتكون مرتبطة مع 4 مجموعات مختلفة اللي هي A و B و C برايم و D. تكون 4 ايش؟ مش اتومز، 4 جروبس، 4 جروبس ايش ديفر، بيختلفوا عن بعض. نمبر اوف اورينتيشن بحكي 2 2 قوة ايش عدد الكربونات الكايرال، 2 قوة 1 عندي ايش 2 اورينتيشن. هسا بالنسبة للكيتوز، يعني هسا احنا حكينا في حالة الالدوزز عندي 3 كربونات وعندي ايش كايرال واحدة، فبدنا نطلع بقانون اللي هو عدد الكايرال في حالة الالدوز بيكون ايش 3 ناقص 2 اللي هي عدد الكربونات ناقص 2 فبعطيني كايرال واحدة. هسا في حالة الكيتون اللي هو ذا سمبل كيتوز اللي هو داي هيدروكسي اسيتون، هي عندي 2 او اتش بولي ايش هيدروكسي وتكون الكربونيل جروب بالنص. طب نلاحظ طبعا هذا ما عندوش ايش ولا كايرال، ليش؟ لانه بحاله الكيتوزز عشان اطلع عدد الكايرال لازم يكون ايش في حاله الكيتوزز بحكي نمبر اوف كايرال كربون اللي هو نمبر اوف كربون اللي هو 3 3 ناقص 3. تمام، عشان هيك بكونوا ما عنديش ولا واحدة. طبعا في حاله الجليسر الدهايد اللي هو ذا سمبل الدوزز اللي هو بنسميه الدو ترايوز، الدو من الدهايد وتراي من ايش من 3 كربونات، والكيتو ترايوز نفس الاشي ده هو نفسه داي هيدروكسي اسيتون. هو اللي بيحكي لي انه ذا سمبل شوجرز اللي هو لازم يتكون من 3 كربونات. الفيشر بروجكشن والبرسبكتيف اللي هو ستراكشر ما بديك تعرفوا لي، بس انه في حاله كانت الاو اتش على الكايرال يمين بنسميه دي اللي هي ديكستر بتكون ايش على اليمين، في حال كانت ال عفوا الاو اتش يسار على الكايرال بنسميها ليفو اللي هي ليفت. زي ما حكينا الجليسر الدهايد، هذا حكينا الجليسر الدهايد بيكون ايش الكارل كاربون عن طريق الكربون نمبر 2 في حال كانت ليفت بتكون ال، في حال كانت دي رايت بنسميها دي. بس الكومون يعني الكومون مونو سكرايد اللي هم 3 اهم 3 اللي هم جلوكوز، طبعا عندنا اكثر من هيك بس احنا اهم اشي الجلوكوز والجلاكتوز والفريكتوز. هسا الجلوكوز والجلاكتوز عبارة عن الدوهكسوزز. شو يعني الدوهكسوزز؟ يعني عندهم 6 كربونات زي ما حكينا number of chiral اللي هم number of carbon اللي هم 6 من هكسوز اللي هم 6 كربونات ناقص 2. إذا الالدوز والهكسو عفوا الجلوكوز والجلاكتوز عندهم ايش 4 كربون. الفريكتوز عبارة عن كيتو هكسوز عنده 6 كربونات وهو هكسو كيتون فعنده ايش 3 كربون لانه 6 ناقص 3 3 كربون. طيب هسه شو الفرق بين الجلوكوز والجلاكتوز؟ بيختلفوا على طريق ايش الكايرال على الكايرال او هي الكربون رقم 4. في حال كانت الهيدروكسي جروب موجود على تحت نسميه جلوكوز، في حال الجلاكتوز بتكون فوق. طيب انا ما بقدر يعني اللي بيشوف هنا ممكن يحكي لي ايش انه الاو اتش هاي تحت وهاي فوق، يعني في حال كانت تحت بسميه جلوكوز وكانت الاو اتش فوق بسميه جلاكتوز. لا، يعني هسه هاي الكربون بنسميها انومرك كربون. الاو اتش ممكن تكون فوق وممكن تكون تحت، في حال كانت فوق بنسميها بيتا وكانت تحت بنسميها الفا. هسه نيجي عليهم واحده واحده. الجلوكوز هو الالدوهكسوز وهو اهم مونوسكرايد طعمه حلو. تمام بس هو اهم مونوسكرايد وطعمه حلو مش كثير حلو، هو بيسمى سكر الدم اهم واحد لايش للطاقه. ليش؟ لانه بتفاعل في تفاعلات البناء والهدم عشان يعطيني طاقه، وموجود في كل داي سكرايد وبولي سكرايد وحتى كمان اوليجو سكرايد. الجالاكتوز اللي هو نفسه الدو هيكسوز طعمه مش حلو، موجود نادر ما اشوفه على شكل سنجل، بكون مرتبط مع داي او اوليجو سكرايد.
زي ما حكينا العلاقة بين الجلوكوز والجلاكتوز عن طريق الكربون نمبر 4، الجلوكوز بتكون تحت والجلاكتوز بتكون فوق، والعلاقة بيناتهم ايزومرز. هسا نيجي شو تعريف الايزومرز. الفريكتوز يعني هو حكينا هو عبارة عن كيتو هكسوز، هاي رسمته تمام، هاي رسمته بيكون ايش يعني نفس الجلوكوز اللي هي هاي، وهاي بتكون ايش فوق. هسا نيجيهم لما نحول من سايد تشين لرينج، بس بدي اياك تعرفوا اللي هو طعمه حلو، احيانا احلى سكر، وموجود بالفواكه وبالعسل وبالسوفت درينك، وموجود بالحلويات والبقوليات يعني بشكل عام. هسا نيجي على ايش الالدوزز. الدوزز زي ما حكينا عشان اطلع نمبر اوف كايرال كاربون، بحكي كايرال كاربون يساوي نمبر اوف كاربون ناقص 2. في حالة الداي هيدروكسي اسيتون عنده 3 كربونات، عنده اذا عنده ايش وحدة كايرا. اكمل اورينتيشن 2 قوة 1 اللي هي 2. هسا عشان اسمي دي ولا ال شوغرز دائما بتطلع على اخر كايرال اللي هي ابعد كربونة على ايش الكربونيل جروب اللي هي موست اوكسيدايز، اللي هي ما عنديش غير كايرال هاي. في حال كانت يمين بسمي دي، هي هاي بس. الارثيروز والثريوز هما عندهم ايش 4 كربونات، 4 كربونات عندهم ايش 4 ناقص 2 اللي هي عندي 2 كايرال. في حالة الارثيروز بيكون ال عندي 2 كايرال حكينا هاي وهاي، بيكون الالتفاف كلياتهم ايش نفس الاتجاه. هسا انا كيف حافظها؟ الاريثروز والثريوز، الاريثروز اكبر من الثريوز بحرفين، اذا اكبر بحرفين بيكون الاثنين بنفس الاتجاه تمام، وهاي بتكون ايش عكس الاتجاه. كيف عرفت انه دي؟ بتطلع على اخر كايرال. في حال الاو اتش كانت يمين اذا بتكون دي اللي هي ديكستر. هسا على السكر الخماسي اللي هي الرايبوز بشكل عام عنده 5 كربونات، بيكون عنده 3 كايرال، عدد الاورينتيشن 2 قوة 3 اللي هي 8. هسا ممكن يجيب لي سؤال اللي هي ال 2 دي اوكسي رايبوز كم من كايرال عندي؟ هسا بما انه حكى لي دي اوكسي رايبوز، يعني كانه على على الكربون رقم 2 اللي هي هاي 1 وهي 2 شال او اتش هاي، عفوا الاو هاي دي لانه شال دي اوكسي يعني شلنا الكربون عفوا الاكسجين. بس بالحالة هاي بيكون الكربون هاي مرتبطة مع 2 هيدروجين، فهاي بتبطل كايرال تمام، فبكون عندي الجواب ايش 2 كايرال. الجلوكوز والجالك هسه بالنسبة للهكسوزز اهم 3 اللي هم الجلوكوز والمانوز والجالكتوز. هسه شو الفرق بيناتهم؟ لازم نحفظ الاستراكشر تاعهم. هسه دائما كلياتهم كلياتهم هاي ثواني بس انا بعتذر، بس لاني كنت مصور الفيديو قبل بس طلع الصوت مش واضح وهيك، فعشان هسه اعرف شكل الجلوكوز والجلاكتوز من المانوس. انا حافظ الجلوكوز 4 5 6، طبعا هاي الكربونيل تمام، وهاي اخر واحدة اللي هي الكحول، هاي ان كايرال وهاي اي كايرال. طبعا بما انه الدو هيكسوز يعني 6 كربونات فبكون عنده 4 كايرال كربون، كلياتهم بتكونوا يمين الا الكربون نمبر 3 بتكون ايش على اليسار. المانوز نفس الجلوكوز تمام، بس بدل تكون الاو اتش هون على الكربون نمبر 2 بتكون هون. الجالاكتوز نفس الجلوكوز بالضبط، بس بدل ما تكون الكربون رقم 4 او اتش على اليمين بتكون على اليسار. بس هي هاي بتكون يمين، هاي بتكون الثانية والثالثة يمين يسار عفوا، والجالاكتوز الثالثة والرابعة يسار. اكيد كل ما زادت عدد الكربونات او الكايرال كاربون بشكل عام بيزيد عندي الاورينتيشن لانه هو 2 قوة 3. واغلب السكريات الموجودة في جسمنا عبارة عن دي اصح حكينا عشان اعرفه ال ولا دي بتطلع على اخر ايش كايرال كاربون اللي هي بتكون بعيدة عن most oxidized group اللي هي الكربونيل جروب. هاي كانت ال بتكون ليفو اللي هي ليفت، ودي ديكستر اللي هي نفسه يمين. هسا شو العلاقة الكيتوزز حكيناها كيتوزز عشان اعرف number of chiral carbon اللي هي number of carbon ناقص 3، عشان هيك حكينا الدايهيدروكسي اسيتون ما عندوش ولا كايرال.
الفركتوز كوبي بس من الجلوكوز، تمام، كوبي بس من الجلوكوز كلياتهم على اليمين الا ايش كربون نمبر 3 بتكون على اليسار. بس ايش الاختلاف اللي هي بالكربون الجروب، بدل ما تكون على الاولى بتكون على الكربون على الكربون نمبر 2. هون اكيد عندي list possibilities للاورينتيشن، ليش؟ لانه عندي اقل عدد كيرال كربون. هسه الكلاسيفيكيشن الثاني على عدد ايش الكربون، يعني ممكن يكون تراي تتروز بنتوز. هسه الموست كومون اللي هم البنتوز والهيكسوز، موست كومون في الجسم او حتى بشكل عام يعني. هي ايش الكيرال كربون حكيناها، هي تتكون ترتبط مع اربع مجموعات نت اتومز، دير بالكم. داي هيدروكسي استون ما عندوش، الجليسرالدهايد زي ما حكينا عنده واحدة. هاي كايرال ليش؟ لأنها مرتبطة مع أربع مجموعات مختلفة. هاي عنده 2 هيدروجين فتكون A كايرال، هاي عندها أربع مجموعات مختلفة، وهاي A كايرال لأنه عندها دبل بوند O، يعني دبل بوند O يعني كانوا مرتبط مع الأكسجين مرتين. هسا شو تعريف الأيزومرز؟ الأيزومرز هم عبارة عن أشياء لهم نفس لهم نفس الكيميكال موليكيولار فورمولا، بس بيختلفوا إيش بالكيميكال ستراكشر، يعني الشكل النهائي. لها نوعين، ياما كونستيتيوشنال أيزومرز ياما ستيرو أيزومر. هسا الكونستيتيوشنال أيزومرز لهم نفس الإشي الكيميكال فورمولا، بس بيختلفوا إيش ترتيب الذرات، يعني زي الجلوكوز والفركتوز حكينا لهم نفس الشكل بس بيختلفوا بترتيب الذرة اللي هي كربونيل جروب. عشان هيك العلاقة دائما بين الجلوكوز والفركتوز او حتى الجالكتوز والفركتوز والمانوز والفركتوز بتكون ايش ابيمرز، زي الفركتوز والايش والجالكتوز. هسا الستيرو ايزومرز نفس الكيميكال فورميلا، نفس الباترز، نفس ترتيب الذرات، بس بيختلفوا ايش بثري دي اورينتيشن تاع الاو اتش. الها نوعين اللي هي الانانشومرز، طبعا هذا الحكي اخذناه بالاورجانيك كيمستري، بس هون نيجي نراجعهم. الانانشومرز دائما لهم ميرور ايمج ونفس المركب، يعني لما احكي هذا انانشومرز لازم يكون جلوكوز مع جلوكوز، بس شو الفرق بينهم؟ واحد يكون ال والثاني ال. هسه نيجي ناخذ عليهم امثله. والنوع الثاني اللي هو دايستيرو ايزومرز اللي هو من ضمنهم الايبيمرز، بيكون مختلفين ايش مش نفس المركب، بيختلفوا باكثر من كايرال كاربون. في حال اختلفوا بس بكايرال واحده بنسميه ايبيمر من نوع ايش دايستيرو ايزومرز. حكينا الايزومرز تاع الجلوكوز له 6 كربونات، فاذا عنده 4 كايرال لانه هو عباره عن الدوز، ف 6 ناقص 2 4، وعدد الاورينتيشن 2 قوه 4 هي 16، مقسمه منهم 8 ال 8 دي، تمام 8 ال و 8 دي. يعني ممكن تجيب لي الدكتور سؤال كم من ال عندي بس في بالجلوكوز، بكون الجواب 8، كم من دي 8، بشكل عام عندي 16. انانشومرز تعريفه إلو ميرور ايمج ونان سوبر امبوسيبل، شو يعني؟ نوت ايدنتيكال، يعني مش نفس الشيء، زي ما بحكي جليسر الدهايد واحدة دي والثانية ال، هاي كانت يمين فصارت يسار. نفس الشيء بالارثيروز، حكينا ارثيروز فيه حرف الاي ار، تمام، في الثنتين نفس الاتجاه ال، ليش؟ لانه اخر كايرا اللي بتكون على اليسار، فلما احكي دي بدي اعكس كل شيء، هاي على اليمين وهاي على اليمين. هسه الثريوز صح إلو 4 كربونات، بس ما بقدر أحكي عنه إيش إنانشومرز، فحكينا إحنا شرط الإبيمرز لازم يكون نفس المركب. سل دايستيرو إيزومرز نفس الإشي بس نان نت ميرور إيمج، ليش؟ لأنه مش نفس المركب بيختلف بأكثر من كار. يعني هون ننيجي، يعني لما بدي أجي أقارن، ثواني بس والله، هون لما بدي اجي اقارن بين A مثلا، ثواني A و D، هاي كايرال يمين وهاي يمين، فصارت هاي يمين وهاي يسار، اذا اختلفوا بس بوحدة، بيكون ايش العلاقة بيناتهم؟ دايستيرو ايزومرز. العلاقة بين A و B، هاي كانت يمين فصارت يسار، هاي كانت يمين فصارت يسار، اذا العلاقة بيناتهم انانشومرز، وهكذا يعني. ما بحكي العلاقة بين A و C، عفوا A و B و C و D عبارة عن enantiomers، B و D و A و C و A و D و B C عبارة عن إيش diastereoisomers اللي هي من نوع epimers. طبعا كل epimers عبارة عن diastereoisomers، بس مش كل diastereoisomers عبارة عن epimers. هون زي ما حكينا المانوز والجلوكوز epimers عن كربون نمبر 2، ليش؟ هاي كانت يسار فصارت يمين في الجلوكوز،
الجلوكوز والجالكتوز الكربون نمبر 4، هاي كانت يسار فصارت هون ايش يمين. بس العلاقة بين المانوز والجالكتوز عبارة عن ايش؟ دايستيرو ايزومرز، زي ما حكينا انه كل ابيمرز عبارة عن دايستيرو ايزومرز. طيب نيجي هون على شوية اشياء جديدة علينا، اللي هي الالدهايد بشكل عام او الكيتون لما افعله مع كحول بدي يعطيني اشي اسمه هيمي اسيتال في حالة الالدهايد، وهيمي كيتال في حالة الكيتون. هسا ايش الهيمي اسيتال والهيمي كيتال؟ نفس الاشي، بس الفرق بيناتهم انه بالاسيتال عندي وحدة اتش والهيمي كيتال ما عنديش اتش. اذا الهيمي اسيتال عنده وحدة ايثر، وحدة الكحول، وحدة ار، وعنده هيدروجين وحدة. الهيمي كيتال ما عندوش اتش، نفس الهيمي اسيتال بس بدل اتش بحط بدلها اتش ار، عنده واحدة الكحول واحدة ايثر وتو ار. هسه هاي الهيمي اسيتال والهيمي كيتال لما افاعلهم مع الكحول بده يعطيني اسيتال وكيتال، نفس الاشي بس بدل الاو اتش بحط بدالها ايثر، بصير عندي هون تو ايثر وواحدة هيدروجين وواحدة ار. هون نفس الاشي الكيتال عندي تو ايثر وتو ار. هاي الهيمي اسيتال عنده واحدة الكحول واحدة ايثر واحدة هيدروجين وواحدة ار. R لما بحكيها عنها اللي هي سلسلة من الهيدروكربون CH3 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 إلى آخره. أسيتال نفس الإشي عنده 2 إيثر و 2 هيدروجين. هيميكيتال الأسيتال عنده 2 إيثر واحدة هيدروجين وواحدة R جروب. الهيميكيتال عنده ما عندوش هيدروجين، ما عندوش هيدروجين، بعنده واحدة OH واحدة إيثر و 2 R جروب. الكتال عنده ثنتين من الايثر وثنتين من الار جروب. طبعا هسه دائما لما اجي احول من تشين لرينج، تمام، بيكون الرينج مور ستيبل دان ايش اللي هي التشين. عشان هيك بحكي لي الجلوكوز موجود في الطبيعه 99% منه رينج، 1% على الشكل تشين بتكون ايش لانها مور ستيبل. هسه في حال عندي كانت الحلقه عشان اكون حلقة بفعل الكربون نمبر 1 مع ايش 4 او 5. في حال كان 6 كربونات ايش طبيعي بفعل الاولى مع الخامسة. ليش؟ لاني بفعل انا اول كربونة مع اخر كايرال كربون. في حال كان سكر سداسي بفعل الاولى مع الخامسة بنسميه هذا في هاي الحالة بايرونوز، تمام. في حال كان سكر خماسي، أنا كيف حافظها؟ سكر خماسي 5 فبيكون إيش؟ فيورونوز في حرف الإف، فهي في حرف الألف، فبفعل الكربون رقم 1 مع إيش؟ رقم 4. هون نفس الإشي بايرونوز بفعل الأولى مع الخمس لأنه سكر سداسي، فيورونوز اللي هي إف هي 5، بفعل الأولى مع آخر كايرال اللي هي رقم 4. بيكون هم عبارة عن هيمي أسيتال زي ما حكينا. والرينج بالنسبة للبايرونوز مور ستيبل، ليش؟ لأنه عدد كربوناته أكثر، يعني إيش منطق. هسا لما بدي أجي أحول هيمي أسيتال من تشين لرينج كيف؟ يعني مثلا بدي أحول إيش؟ الجلوكوز. الجلوكوز هيك رسمته، هاي الكربونيل وهاي الـ CH2OH. هسا الباقي ايش؟ كلياتهم على اليمين الا الثالثة على اليسار. بما انه سكر سداسي بفعل الاولى مع الخامسة، هاي الـ OH بتروح، بكسر الرابطة هاي وبضايل ايش؟ بضايلها هيك بتصير. هاي الكربون رقم 1، هاي دايما بنسميها انومرك كربون. هاي هسا بنيجي عليها، هاي الرابعة، هاي خامسة، وهاي السادسة. هسا بحال كانت الـ OH على اليمين بحطها على السايكليك تحت، تمام؟ فهذا تكون تحت. الثالثة على اليسار فهذا تكون ايش؟ فوق. وهاي تحت. عشان هيك حكينا الفرق بين الجلوكوز والجالكتوز ان الـ OH في حالة الجلوكوز تحت. هسه هاي الانومر كربون في حال كانت الاو اتش فوق كون بيتا، كيف انا حفظها؟ بيتا فيها حرف البي فهي بتكون اب، تمام. الالفا تحت، بس هي هاي.
اي بحالة كانت الرايت بتكون داون والليفت بتكون اب، والالفا والبيتا بنسميهم انومرز. هاي بالايش اللي هي كربونيل الكربون اللي هي كربون رقم واحد. هسا الفريكتوز نفس الاشي، هون نفس الاشي بس في حالة ايش نشوف شغلة. هسا الفريكتوز نفس الاشي بس نيجي نقارب، حالة كانت البيتا بتكون فوق والالفا تحت. طيب هسا نشوف نقارب بين البيتا والالفا. هسا في حالة البيتا عندي اكبر مجموعتين جنب بعض، تمام، وهاي اكبر مجموعتين بعد عن بعض. ايش منطق مين الستابل؟ الالفا والبيتا. الالفا ليش؟ لانه المجموعات الكبار بكونوا بعد عن بعض، فاذا الفا الفا فركتوز مور ستابل ذان بيتا فركتوز. نفس الاشي هون الجلوكوز بكون الفا تحت وبيتا فوق، تكون ايش البيتا مور ستيبل. ليش؟ لانه اكبر مجموعات بعد عن بعض، يعني هون طلعوا جنب بعض هون بعد عن بعض. هو بيلخص الحكي اللي حكيناه كلياته. هون بيحكي لي انه لكل مركب عندي 3 ستراكشر كلياتهم اكوليبريم، تمام، يعني بقدر احول من الفا لتشين ومن تشين بحوله لبيتا. هسا بالنسبه للجلوكوز زي ما حكينا البيتا مور ستيبل، بعدين الالفا، بعدين اللينير اللي هي ليس ستيبل، والعلاقه بين الالفا والبيتا اللي هي عباره عن انومر. هنا نفس الشيء بيحكي انه الاو اتش جروب بتكون داون والليفت بتكون لفوق. طيب اخر شيء هون بيحكي لي هون كيف عرفت انه هذا الفا؟ تكون الاو اتش هاي تحت، جلوكو اللي هي الاو اتش الكربون رقم 4 بتكون تحت الاو اتش، بايرونوز بتكون ايش اللي هي حلقة سداسية 1 2 3 4 5 6، تمام. البيتا هذا كيف عرفت انه بيتا؟ بتكون الاو اتش فوق، جالاكتوز اللي هي الكربون نمبر 4 الاو اتش تاعتها فوق، بايرونوز اللي هي حلقة سداسية، مانوز اللي هي الثاني والثالثة بيكونوا فوق، الفا بتكون الاو اتش تحت، والبايرونوز حلقة سداسية. بس هيك. طيب هسا السايكليك تاع الرايبوز، الرايبوز اخو شو اسمه الجلوكوز، الجلوكوز اخو الرايبوز. هون نفس الاشي، هاي يمين وهاي يمين وهاي يمين، بس انا هذا حالة الرايبوز بفعل الاولى مع الرابعة، فهاي بتروح الاو اتش، فالثاني والثالث يمين، فاذا بتكونوا تحت. بما انه الفا بتكون هاي تحت، اذا هاي برضو لسه ستيبل، هاي تحت، بيتا هاي تكون فوق، وهذا مور ستيبل. اذا بيتا رايبوز مور ستيبل دان الفا رايبوز. يعطيكم العافية، هسا ان شاء الله بنكمل بارت الثاني، ان شاء الله بدنا نكمل في مادة البيوكيمستري. هسا بعد ما خلصنا المونوسكرايد بدنا نحكي عن الموديفايد شوغرز اللي هم عبارة عن مونوسكرايد نضيف عليهم شوية اشياء، مثلا زي شوغر اسيدز، هم سكريات، تمام، بنضاف عن طريق ايش اكسده، يعني هو بمسك السكر بعمل له اكسده بعطيني ايش شوغر اسيدز. شوغر الكحولز بمسك السكر بعمل له ايش اختزال بعطيني ايش الكحولز. ممكن يعطيني شوغر استرز عن طريق الاسترافيكيشن، والجلايكوسايدز ركب اكثر من سكر فوق بعض، والامينو شوغر عن طريق ايش تبديل اللي هي بضيف مجموعة أمينية بدل الـ OH في السكر. يعني هسه راحين نجيهم عليهم واحد واحد، عن طريق الأكسدة، عن طريق الاختزال، عن طريق الاسترافيكيشن أو الأسيتيليشن اللي هي راحين نشوفها في الأمين شوكرز، بقدر أسويها وش يصنع لي موديفايد شوكرز. هسه نبلش أول واحد اللي هو الشوكر أسيدز، هو عبارة بنتج عن طريق إيش أكسدة إيش السكر. بقدر اني هذا الجلوكوز اختزله عن طريق ايش الكربوكسيل اسيد الموجود على ايش كربون نمبر 1 او 6. هسه نبلش في واحده واحده، عن طريق الكربون نمبر 1 اللي هي هاي بقدر اكسدها تعطيني ايش اسمه جلوكونيك اسيد، جلوكونيك اسيد، تمام. يعني هاي بنعرف انه الكربون نمبر 1 عن طريق اللي هي عباره عن الدهايد باكسدها تعطيني ايش حمض كربوكسيل. اذا كانت على كربون نمبر 1 فبسميها جلوكونيك اسيد، جلوكونيك اسيد.
هذا الجلوكونيك اسيد في حال فقد البروتون تاعه شو بده يعطيني؟ جلوكونات. يعني في حال جلوكونات او جلوكونيك اسيد هو عبارة عن سكر اختزل عن طريق الكربون نمبر 1. هسا في حال كربون نمبر 6 نفس الاشي، تمام؟ هاي الكربون بمسكها وبختزلها بعطيني اشي اسمه جلوكورينيك اسيد، وهي موجودة ايش برا الرينج. في حال فقد البروتون تاعه بنسميه جلوكورينات. اذا عن طريق الكربون نمبر 6 بعطيني الجلوكورينيك اسيد، عن طريق الكربون نمبر 1 بعطيني ايش الجلوكورينيك اسيد. نفس الاشي للجلاكتوز بنسميها في حال الكربون نمبر 6 بنسميه جلاكتورينات، عن طريق الكربون نمبر 1 بنسميه ايش جلاكتونات، اللي هي جلاكتورينات وجلاكتونات. هسه الانمر الكربون اللي هي موست اوكسيدايزد، تمام؟ موست اوكسيدايزد يعني هسه احنا بنعرف يعني الكربون نمبر 1 عبارة عن الدهايد، كربون نمبر 6 عبارة عن ايش الكحول. مين اسهل، اكسد واعطي حمض كربوكسيل الالدهايد ولا الكيتون؟ عفوا الالدهايد ولا الكحول؟ اكيد الالدهايد. الالدهايد لما اكسد بخطوة واحدة بعطيني حمض كربوكسيلي، هذا لما بدي اكسده او شي لازم احوله لالدهايد، من الالدهايد بعطيني ايش حمض كربوكسيلي. عشان هيك بحكي له انه الانور كارب اللي هي كربون نمبر 1 لها اعلى فرصة للاكسدة. باكسد عن طريق ثلاث اشياء، يا اما ويك اوكسيدايزنج ايجنت او سترونج اوكسيدايزنج ايجنت او ايش عن طريق الانزيم. هسه ويك اوكسيدايزنج ايجنت يعني كثير ضعيف، بستخدمه للكربون نمبر 1 لانه حكينا هو بخطوه واحده بتحول لايش حمض كربوكسيل، بفضل الكربون كربونيل جروب اللي هي انمر الكربون اللي هي هاي، لانه لما اكسد الالدهايد للحمض الكربوكسيلي بخطوه واحده، فعشان هيك ويك اوكسيدايزنج ايجنت. هسه لما افعل كربون لما اكسد الجلوكوز على الكربون رقم 1، تمام، عن طريق زي ما حكينا ويك اوكسيدايزنج ايجنت، غير لما الكربون رقم 6، الكربون رقم 6 اكثر من خطوه، تمام. فلما اضيف ويك اوكسيدايزنج ايجنت راح يفعل لي اول كربونه اللي هي كربونيل جروب، ويعطيني ايش اللي هو زي ما اتفقنا جلوكونيك اسيد. عشان هيك كربون نمبر 6 مش راح يفاعل مع الويك اوكسيدايزنج ايجنت، هو راح يعطيني جلوكونيك اسيد مش جلوكونيك اسيد. هاي الجلوكونيك اسيد على طريق الكربون نمبر 1 نفس الاشي هذا يعني حكينا. هسه في حال سترونج اوكسيدايزنج ايجنت زي الكي ام ان او 4 او سي ار 2 او 3 اخذناه بالتوجيه. هسه السترونج باكسد كل اشي، باكسد الاولى والسادسة، وبيعطيني اشي اسمه جالاكتريك اسيد او جلوك. في حال الجالاكتوز راح يعطيني جالاكتريك اسيد. يعني هاي عندي هذا جلوكوز، تمام، لان الثالثة على اليسار هذا جلوكوز. لو هحط سترونج اوكسيدايزنج ايجنت راح يفعل الاكسد الاولى والسادسة، اعطيني ايش في حال الجلاكتوز حكينا راح يعطيني جلاكتريك اسيد، ايوه هاي حمض كربوكسيلي وحمض كربوكسيلي. الانزيم بفعل لي ايش اللي هي الكربون نمبر 6، تمام، ما راح يفعل لي الكربون نمبر 1. اذا على هون هسه في جدول ملخص لي كل شيء. هسه بنيجي نرجع هسه في حالة الانزيم بضيفه على لما اضيف الجلوكوز او الجالاكتوز على خلينا نحكي الجلوكوز، ضفت عليه انزيم راح يحول السي اتش 2 او اتش لايش حمض كربوكسيلي، بهالحاله بسميه جلوكورينيك اسيد. هسه في حال كربون نمبر 6 بعطيني عن طريق الانزيم، اذا بدي تفاعل الثنتين عن طريق سترونج اوكسيدايزنج ايجنت، اذا بدي عن طريق الكربون نمبر 1 عن طريق ايش ويك اوكسيدايزنج ايجنت. هسه ما بنعرف انه الجلوكوز والجلاكتوز هم الدوز، فعشان هيك على السريع باكسدهم، تمام. الكيتون
زي الفريكتوز، اتفقنا انه الكيتون هو عبارة عن فريكتوز، ما بقدر اكسده يعني دايركت. ليش؟ لانه الكيتون هيك هو، لما اجي اكسده هون ما في عندي اتش يعني فري هيدروجين، بدالها ايش؟ ار. عشان هيك انا ما بقدر اكسده دايركت، بقدر اكسده اني احول اعمل ري ارينجمنت للدبل بوند اللي هي كربونيل جروب واحوله لالدهايد. هاي بحكي لي انه الكيتون اللي زي الفريكتوز ما بقدر اكسده دايركت كانت، لانه مرتبط مع 2 كربون. بقدر اكسده بس بان دايركت عن طريق ايش؟ اللي هي الكترونز ري ارينجمنت، يعني بشكل عام يعني ما راح تفيدني. بحول الكيتون، هاي بحول الكيتون لالدوز بقدر اكسده. انا هذا الحكي ما بدي اياه، انا حتى الدكتوره ما ركزت عليه. هذا نفس الاشي. هسا عشان ايش؟ في عندي تيست، تمام، عشان ابين مين او عشان اختبر مين هو الالدهايد ومين الكيتون، اللي هم بندكت تيست او تولينز تيست. هذول الاثنين بيعطوا موجب هي بوزيتيف في حاله الالدهايد، يعني في حال يعني خلينا نبلش واحد فيهم اللي هو البندكت تيست، بيكون معاه الكبر اللي هو النحاس. في حالة الألدهايد بتأكس، يعني مثلا الجلوكوز هو اللي هو ألدو هيكسوز، في حالة حطيت عليه بندك تيست تمام راح يعطيني ايش؟ اللي هو الراسب السيو سيو تو او راح ايش؟ يترسب على شكل ايش؟ بريكريد. يعني في هاي حالة، في حال طلع عندي هذا اللون بيكون عندي يا ألدهايد. في حال وجود الكيتون ما راح يعني ما راح يصير رياكشن، راح يظلوا ايش؟ ما راح يعطيني اللي هو البريكريت تاع اللي هو CO2O، فهو ايش؟ موجب بس ايش؟ بوزيتيف في حالة الالدهايد. نفس الشيء تولينز تيست اللي هو ايش؟ برضه للالدهايد. في بس شو الفرق بين البينيدكت والتولينز؟ البينيدكت عنده يا الكبر تمام اللي هو النحاس، التولينز عنده ايش؟ الامونيا اللي هو اجي عفوا اللي هو الفضه السيلفر اجي ان اتش 3 2 بلس. في حال الالدهايد، هل الالدهايد راح يعطيني ميرور ايمج اللي هو تطلع الاي جي السيلفر ايش؟ تعطيني زي مراي منهم. يعني مثلا هذا الجلوكوز، هذا الجلوكوز في حال ضفت عليه هذا التولينز راح يعطيني ايش؟ اللاكتو. هسه في دراسة حديثة عشان تعمل لي توضح مين هو ال السكر، بس هي للجلوكوز اللي هي بنسميها جلوكوز اوكسايدز تمام، بس هي للجلوكوز هاي الطريقه هي جلوكوز ديتكشن تمام. هسه اللاكتون حكينا هو عباره عن بمسك الجلوكوز بعمل له اكسده عن طريق التولينز تيست، وهي عباره عن استر تمام اللي هي رينكس هاي اللاكتون، هاي استر تمام، بتكون حلقة وعندها ايش؟ الدبل بوند. هاي هسه في عندك كلينيكال ابلكيشن اللي هي زي لللاكتو. في عندنا ايش اسمه اسكوربك اللي هو فيتامين سي، خلينا نحكي هو عبارة عن ايش؟ انساتشوريتد لاكتون، هذا بيشبه اللاكتون هاي عنده اياها الاستر، بس شو الفرق عنده اياها؟ انه عنده دبل بوند او جوا ايش اسمه، عنده دبل بوند جوا السايكلت تمام، وعنده ايش؟ هاي الكربون زياده. هون بيحكي لي انه زي الفيتامين سي عباره عن انساتشورات اللاكتون تمام، عنده نفس اللاكتون، بس ايش الفرق؟ الانساتشوريتد وعنده دبل بوند جوا الرينج ستراكشر. والفيتامين سي زي ما بنعرف انه هو بقوي جهاز المناعه تاعنا، وهي عباره عن انتي اوكسيدنت تحمين من الفري راديكال، وبتقوي وبتنتج الكولاجين. هسه لما هذا الاسكار الفيتامين سي لما يصير تاكسد عن طريق الهواء تمام، وبتتكسر الاستر بوند، بيخسر ايش؟ الاكتيفيتي تاعته، وخلص يعني وجوده وعدمه واحد، فما راح يعني ما راح يقوي جهاز المناعه، وراح تضعف وما راح ينتج لي كولاجين. عشان هيك بحكي لي وين ايفر هسه لما يتعرض الفيتامين سي
للهواء، راح يصير له أكسدة وراح يخسر إيش الفانكشن تاعته. ولما يقل عندي الفيتامين سي راح يعطيني إيش اسمه سكيرفي، اللي هو إيش مرض. منهم زي البحارة ما عندهم يعني هذا الفيتامين سي وين موجود في يعني في الفواكه في الخضرة. هسا البحارة ما عندهم مش يعني أكل طازج، يعني خلينا نحكي خضر إيش طازج، فعندهم نسبة السكيرفي أكثر، بيكون عندهم نسبة الفيتامين سي قليلة. زي ما حكينا اللي هو إيش بينتج الكولاجين، و لما يكون كمية الفيتامين سي يعني تقل الكولاجين راح يقل برضه، وراح يصير عندي ايش يعني الاسنان وكل اشي راح يضعفوا. خلصنا احنا هيك من اول نوع اللي هو شوجر اسيدز، نبلش في النوع الثاني اللي هو شوجر الكحولز. تمام، هم كيف بنتجهم؟ عن طريق ايش اختزل الكيتون. بس بدي اياكم تعرفوا اللي هو السوربوز لما اختزله بعطيني سوربيتول، من اسمه زايليلوز لما اختزله بعطيني زايليتول. هسا في عندنا مثلا السوربيتول والمانيتول والزايلاتول، هم عبارة عن ايش سكر محليين. تمام، يعني سكر حلو. وين موجودين؟ عفوا، وين وصلت؟ خلصنا هذا. هون وصلنا. طيب هون نفس الاشي نرجع حكينا اللي هو لما هاي مثلا السوربوز لما اختزله بعطيني السوربيتول، الزايلوز لما اختزله بعطيني الزايلتول. بس هذا بدي اياك تعرفوه، هم السوربيتول والمانيتول والزايلتول هم بيعطوا طعم حلو للايش للاكل. الدي اوكسي شوغرز نفس الاشي، دي اوكسي يعني دائما الاختزال تعريفها يا اما ازيد الهيدروجين يا اما اقلل من الاكسجين. زي الدي ان ايه، طبعا الريديوس شوجرز بمسك هاي البولي هيدروكسي اللي هي الاو اتش، بشيل الاو بصير بحط بدالها الهيدروجين. زي الدي ان ايه، الدي ان ايه هي مثلا الار ان ايه، بمسكه بحولها لدي ان ايه. كيف؟ عن طريق اني اشيل هاي الاو فبصير عندي ها اتش، هي هاي بس. هون نفس الاشي، ما في اشي جديد. شوجر استرز عن طريق ايش الاسترافيكيشن، من اسمها شوجر استرز عن طريق الاسترافيكيشن، اللي هي ايش بضيف فوسفات جروب يا اما على يعني في حالة الجلوكوز، يا اما بضيف على الكربون نمبر 6 بصير اسم الرابط فوسفو استر لينكج. تمام، يا اما عن طريق الكربون نمبر 1 اللي هي الانوميريك كربون، بسميه في هذه الحالة عن طريق رابط اسمه فوسفو اسيتال، بسمي ايش المركب كلياته جلوكوز 1 فوسفات، وهي بسميها جلوكوز 6 فوسفات. هسا الناتج بنسميه ليش بنسميه استر؟ لانه الاستر والفوسفات نفس الشكل تقريبا. هون بيحكي لي شوجر موليكيول في حال كان كربون نمبر 6 بعطيني جي 6 بي، نوع الرابطة فوسفو استر، المركب ككل ايش بنسميه فوسفو استر. كانت الكربون نمبر 1 بعد زي المركب مثلا جلوكوز 1 فوسفات عن طريق الرابط اسمه فوسفو اسيتال، والمركب ككل بكون فوسفو اسيتال. هسه ليش اسمه فوسفو اسيتال؟ لانه الاسيتال حكينا عنده 2 ايثر، واحد ار واحد هيدروجين. الفوسفو اسيتال بدل هاي الار بحط او بي، او فوسفات بس. هي هاي هذول بستخدمهم الجلوكوز 6 فوسفات والجلوكوز 1 فوسفات في عمليات الميتابوليزم في ايش لانتاج الطاقه. هون نفس الاشي يعني في تكسر اللي هي عمليات البناء والهدم اللي هي الميتابوليزم، نفس الاشي. هون بحكي الفوسفوريليشن من اهم الاشياء عشان ايش الجلوكوز ميتابوليزم، عشان احول الجلوكوز لبايروفيل لازم ايش عن طريق اني اعمل فوسفوريليشن اكثر من مره. الجلايكوسايد يعني لها نوعين، يا اما او جلايكوسايد يا ان جلايكوسايد. تمام، هسه الاو جلايكوسايد بمسك اول مونوسكرايد عن طريق اول كربونه بربطه مع الكحول عن طريق الرابطه او جلايكوسايد. تمام، اسم الرابطه اكيد جلايكوسيديك بوند من اسمها.
بقدر ايش اربط مع دايساكرايد مع اوليغوساكرايد الى اخره. هذا ايش بيعطيني؟ هذا الانتر اكشن بيعطيني مور كومبلكس، ممكن يعطيني زي حكينا دايساكرايد اوليغوساكرايد بوليساكرايد. ممكن ايش يعني مثلا الجلايكوبروتين عن طريق ايش بروتين عملت له ايش جلايكوسيليشن. شو يعني جلايكوسيليشن؟ يعني ضفت له ايش شويه ايش سكر. هاي الجلايكوبروتين صنعته عن طريق ايش الاكسجين او النيتروجين اتومز، يعني عن طريق الانجلايكوسايد او الاوجلايكوسايد. الانجلايكوسايد اللي هي عباره عن ايش مونوساكرايد، بس بدل ايش بحط له اللي هي مجموعه الامين. هاي زي ايش الدي ان اي، مثل الدي ان اي هاي الانومر كاربون بربطها مع هاي اللي شو اسمها هاي الرابطه عن طريق الرابطه هاي اللي هي الان جلايكوسيديك. تمام، يعني في حاله الدي ان اي بمسك هذا السكر سكر الريبوز بفاعله مع شو اسمه هاي نيتروجين بيس. تمام، عن طريق الرابطه اللي هي ان جلايكوسيد. هسه الجلايكوسايد بالنسبة للفيورونوز، لما عمل الفيورونوز أضيف له جلايكوسايد بنسميه فيورونوسايد. تمام، البايرونوز بنسميه بايرونوسايد. بس هي هاي الأمينو شوغر، بس بمسك اللي هي الكربون نمبر 2 بدل الـ OH بحط لها إيش NH2، بنصير اسمه في حال الجلوكوز بنسميه 2 جلوكوز أمين، في حال الجالاكتوز بنسميه 2 جالاكتوز امين. تمام، وهاي ال 2 جلوكوز امين بقدر اضيف عليه مجموعه ايش اسيتال، فبسميه 2 ان اسيتال 2 جلوكوز امين اللي هي ان اسيتال جلوكوز امين. في حال كانت جلاكتوز بسميه ان اسيتال 2 جالاكتوز امين. بس هي هاي، يعني هاي الشغله بتصفي حفظ اولها اخرها. السيالك اسيد او بنسمي ان اسيد ان اسيتي نيوراميت. تمام، يعني هو عباره عن نيوراميك اسيد. تمام، هذا كلياته ككل نيوراميك اسيد. تمام، ضفت له هاي اللي اسمه عن طريق رابطه امايد بوند اللي هي هذا الحمض الكربوكسيلي، ضفته عن طريق الامايد بوند صار اسمي صار اسمه سيالك اسيد. البريكيرسر تاعه اللي هو الاشي اللي المسبق تاعه نيورامينيك اسيد. وهذا السيالك اسيد مهم كأوليغوساكرايد في الجلايكوبروتين والجلايكوليبيد. هيك خلصنا الموديفايد سوكرز، نيجي على ايش الدايساكرايد. الدايساكرايد هم عن طريق مونوساكرايد بيرتبط مع مونوساكرايد، اسم الانزيم اللي شكلهم اسمه جلايكوسيل ترانسفيرز، عن طريق اني امسك هاي الانومر كاربون تمام افاعلها مع ايش كربون او الكحول. يعني هسه ايش الاختلافات في الدايسكرايد؟ يعني ممكن يكون يعني ممكن يكون هوموسكرايد او دايسكرايد، يعني حسب شو الانواع اللي ايش الاشياء اللي ربطها مع بعض. يعني بشكل عام هون بيحكي لي ايش الاشياء اللي بتحدد الدايسكرايد، اللي هو نوع المونوسكرايد، نوع الرابطه، ممكن يكون الفا ولا بيتا. يعني هاي كل هاي عوامل يعني لو تقرأوها لحالكم بتفهموها. تمام، هسه من اهم الدايسكرايد اللي هو السكروز، اللي هو ايش سكر المعده. ايش سكروز؟ عباره عن دايسكرايد من الجلوكوز وفركتوز. تمام، عن طريق رابطه اسمها الفا 1 2 تمام او الفا بيتا 1 2. يعني هاي الجلوكوز هذا جلوكوز مع فريكتوز عن طريق رابطة اسمها ألفا 1 2 أو ألفا بيتا 1 2. السكروز هو سكر الأكل، يعني طعمه كثير حلو، وهو يعني هاي كثير مهمة الفكرة، هو عبارة عن نون ريديوسينج شوغرز. نون ريديوسينج شوغرز كثير كثير مهمة هاي المعلومة، وهو نون ريديوسينج شوغرز. هسا اللاكتوز والمالتوز نفس الاشي، اللاكتوز هو سكر الحليب، المالتوز اللي هو سكر الشعير. لاكتوز عبارة عن داي سكراد من جلاكتوز وجلوكوز، نوع الرابطة بيتا 1-4. تمام، المالتوز عبارة عن هومو داي سكراد. شو يعني هومو داي سكراد؟ يعني عنده المونو سكراد الاثنين متشابهين،
عبارة عن دايسكرايد من الجلوكوز، ونوع الرابطة ألفا 1-4. هسا حكينا كل مونوسكرات عبارة عن reducing sugars، تمام، اللي هي زي الجلوكوز والجالاكتوز والفركتوز، يعني كل يعني يا اخوان عبلاطة، اللي هم كل المونوسكرايد وكل الدايسكرايد باستثناء السكروز كلهم عبارة عن reducing sugars إلا السكروز. هون بحكي لي إن المونوسكرات عبارة عن reducing sugars زي الجلوكوز والجالاكتوز والفركتوز اللي درسناهم، تمام. هون بحكي لي سو all monosaccharides can be reducing sugars. طيب السكروز بشكل عام ما بدي اياك تعرفوا لي ايش هو النون ريديوسينج شوغرز، بس اللي بده يقراه تمام، هو عباره عن نون ريديوسينج شوغرز، بس اللاكتوز والمالتوز عباره عن ايش؟ ريديوسينج شوغرز. كيف بنتج الدايسكرايد؟ عن طريق الدي هايدريشن رياكشن مع اول كربونه في الانومر كربون مع ايش؟ الكربونه الثانيه. هنا في اشياء بتعطين الفا 1 4 لينكج، اشياء بتعطين الفا 1 6. يعني الالفا 1 4 زي حكينا ايش اللي هو المالتوز، بيتا 1 4 زي اللاكتوز، في اشياء بتعطين بيتا 1 1، يعني ما مش هالاشي. يعني السكرالوز اللي هو ايش؟ سكر محلي، سكر محلي يعني مصنع، تمام، بيشبه السكروز بس شوية تعديلات، بحط بدل او اتش شوية سي ال، بدل ال اتش هاي سي ال، بدل ال او اتش هاي حطيت سي ال، بس هي يعني. بقدر استخدمه ايش؟ يعني بالسبلندا اللي هي شوكولاتة. طبعا كل مونوسكرات والدايسكرات اللي حكينا هم ايش؟ بتصنعوا بشكل طبيعي. هون بحكي لي عن فوائد، يعني في ممكن في اشياء بتحكي انه السكر الصناعي اشي منيح واشي بتحكي انه مش منيح، بس انه صارت شوية تقارير انه له سايد افكت للانيمالز، بس ما في اشي ببين لهسه على الانسان. هسه في عنا شوية كلينيكال ابليكيشن للايش؟ للدايسكريد، من اولهم زي لاكتوز انتوليرنس. بشكل عام في ناس ما بتقدر تشرب الحليب، ليش؟ لانه ما عندهم انزيم اسمه لاكتيز، اللاكتيز هذا بكسر اللاكتوز اللي هي شو حكينا نوع الرابطه في اللاكتوز بيتا 1-4، تمام. فهذول اللي ما بيقدروا يشربوا الحليب او بيواجهوا مشاكل في شرب الحليب، تمام، بكون عندهم اللاكتيز قليل فما بيقدروا يكسروا اللاكتوز الموجود في الحليب، فعشان هيك لازم يبعدوا عن شرب الحليب. في لاكتيز هون نفس الاشي، ما في اشي هون. ايش البروسيس يعني بشكل عام؟ عندي انه اللاكتوز قليل فاللاكتوز راح يتراكم، ما بقدر اكسره لمونو سكرايد اللي هو الجالاكتوز والجلوكوز عن طريق الرابطه بيتا 1-4، فهون راح يزيد المي، تمام، اللي هي الاسموز، الضغط الاسموز راح يزيد عن طريق تراكم المي، تمام، وراح يعطيني ايش؟ اسهال. هسه اللاكتوز لما يتجمع تيجي البكتيريا تستخدمها في عملية الميتابوليزم، تمام، عشان تعطيني سي او 2 يعني غازات زي الميثان وسي او 2 والهيدروجين، انها بتعطيني انتفاخ، تمام، وهذا بصير وجع بالبطن. فشو الحل في هالحالة اللي هي في هالحالة اللي هي اللاكتوز انتولورانس؟ يا اما يبعدوا عن الحليب، تمام، عشان يعوضوا الكالسيوم الموجود بالحليب، ياخذوا اليوغرت او التشيز، تمام، الجبنه، وهيك بيعوضوا ايش؟ الكالسيوم. هسه في حاله الفيتامين د، هسه الفيتامين د كميته الموجوده في الحليب مش كثير، فعشان عشان اني استفيد من الفيتامين د الموجود بالحليب لازم اشرب 10 ايش لتر يوميا عشان استفيد منه، فهذا اشي مستحيل. فاني اتعرض لاشعه الشمس احسن من اني اشرب الحليب عشان اخذ الفيتامين د، او اني اشرب حليب فيه لاكتيز كثير، تمام، او حليب ما فيه لاكتوز. ثاني اشي اللي هي جالاكتوسيميا، هو ان هي مشكلة وراثية، تمام، وراثية، بيكون الجالاكتوز اللي ما بقدر انه الجالاكتوز ما بقدر اني اكسره، فبتحول الجالاكتوز للالكحول تاعه الجالاكتيتول، تمام، فبتراكم وبزيد عندي الاسموتك بريشر، مما يؤدي انه ايش؟ تكسر الخلايا، انه بشكل عام ما بقدر ايش اني اكسر الجالاكتوز، بتحول الجالاكتوز لجالاكتيتول. فنفس الاشي بتيجي بما انه هي هاي
تيجي شو اسمه البكتيريا تعمل عملية الميتابوليزم، تعمل ايش؟ لا عفوا، هاي في شو اسمه لاكتوز انتوليرانس، بس هاي مشكلة ايش؟ مشكلة وراثية بتصير في عمر يعني اقل، تعطينا اعاقة ريتارد، تعطينا اعاقة عقلية، وبتعطي ايش؟ كاتاراكت، اللي هي ايش؟ زي هاي اللي هي المي البيضة، خلينا نحكيها. الأوليغوساكاريد من 3 ل 10 سكر، منهم الرافينوز. الرافينوز هو عبارة بتكون من 3 مونوساكاريد، اللي هم الجالاكتوز أو جلوكوز أو فركتوز، تمام؟ أو بقدر أحكي جالاكتوز مع سكروز، تمام؟ اللي هي نوع الرابط بين الجلوكوز والفركتوز، حكينا ألفا 1-2 أو ألفا بيتا 1-2. هسا الرابط الغريب هاي بين الجالاكتوز والجلوكوز ما بقدر إني أكسرها في الجسم، تمام؟ اللي هي الالفا جلاكتوسايداز ما بقدر اكسرها، تمام؟ فنفس الاشي بتصير زي اللاكتوز انتولورنس، تيجي ايش البكتيريا تستخدمها في عمليات الميتابوليزم، فبتعطيني غازة زي الهيدروجين والميثان والسي او 2، وبتعطيني ايش انتفاخ واسهال الى اخره. في اوليغوساكاريد بقدر استخدمهم زي ايش؟ كدرجز زي الستريبتومايوسين او ايرثيومايوسين، هذول بقدر استخدمهم كايش؟ مضادات حيويه. بقدر الاشي استخدمه لايش؟ للعلاج الكيماوي، تمام؟ زي دوكسوريوبسا. واشي بقدر استخدمه للكاردوفاسكولار ديزيز زي ديكوكسين. ان شاء الله هيك خلصنا المحاضره الثانيه في البيكم، وهسه بنكمل المحاضره الثالثه باذن الله. السلام عليكم، يعطيكم العافيه. نكمل في مادة البيوكيمستري، آخر بارت من مادة الكربوهيدرات. بس بحكي لتعريف البوليسكرايد، هو عبارة عن كمية كبيرة، تمام، من المونوسكرايد، اللي هو المونومر تاع ايش؟ البوليسكرايد اللي هو المونومر تاع البوليسكرايد اللي هو المونوسكرايد. هسا البوليسكرايد لازم نعرف الأشياء أو الخصائص اللي بتميزه عن غيره. هسا انا زي ما حكيت، هو عبارة عن كمية كبيرة من المونوسكرايد، اذا التايب تاعه بده يفرق معي اللينكث، طوله كمان مونومر، البرانشنج. هسا هو بدنا نشوف المونومرز اللي بيناتهم في الجو البوليسكرايد عندها برانش ولا لا، الفانكشن اللي هي الغرض من البوليسكرايد، يعني كأنه بيحكي لي الفانكشن تاعتها، يا اما ستورج يا اما تعطي ستراكشرال، اللي هي الستورج زي الجلايكوجين اللي موجود في الانيمال، والستارش الموجود بالبلانت، والديكستران هذا اللي بستخدمه يعني للاسنان، الستراكشرال زي السليلوز والبكتين والكايت، تمام. طيب هسه في عندي تو تايب للبوليساكرايد، تمام، بيعتمد على المونومرز. نفس الشيء كل شيء بيعتمد على المونومرز اللي هم المونوساكرايد، يا اما هومو بوليساكرايد، من اسمه هومو يعني كل السكرايد، عفوا المونوسكرايد بيشبه بعض، يعني زي الجلايكوجين هو عبارة عن جلوكوز، فالمونومر تاع البوليسكرايد اللي هو ايش؟ جلوكوز، فبتكون كلياتهم ايش؟ نفس التايب. الهيترو بوليسكرايد يعني كل مش كل المونوسكرايد اللي جوا البوليسكرايد نفس الاشي، يعني هون بيحكي لي ديفرنت مونوسكرايد، هون بيحكي لي ذا سيم مونوسكرايد. بس هلا رايحين ندرسهم زي الجلايكوجين والستارش والديكستران والسيلولوز والبيكتين والكايتين. نبلش بالجلايكوجين اللي هو ايش؟ انيمال ستارش. الستارش هي صح موجود بال هسه شو الفرق بين الجلايكوجين والستارش؟ الجلايكوجين موجود بالانيمال والستارش موجود ايش؟ بالبلانت. بس هي هاي، بس الجلايكوجين عنده كثير تفرعات، تمام. هسه رايحين ناخذ انه كلها هي كل 10 جلوكوز في عندي ايش؟ برانش، تمام، عندي برانش يعني عندي تفرع. وايش الفانكشن تاعته؟ ستورج، يعني بدي اعرف انه هو ستورج، تمام، وعنده كثير تفرعات، وهو عباره عن ايش؟ هومو بوليسكرايد اللي هو ايش؟ جلوكوز تاع المونومرز زي ما حكينا، موجود بالانيمالز، هو عباره عن هاي البرانش زي ما حكينا، بس والبرانش تاعونه ممكن توصل 13 طبقة، تمام. وحكينا انه كل 10 مونومرز، يعني كل 10 من هذولا نعتبر انه هذول 10، صار عندي تفرع. نفس الاشي 10 تفرع،
هون طبعا بكون ايش برضه، هون 10 يعني، من هون لهون 10، هون صار عندي تفرع، ومن هون لهون 10 صار عندي تفرع، وهكذا يعني. لما يكون في عندي سكر كثير في جسمي فهو بتخزن على شكل جلايكوجين يعني اكيد. هون بالرسمة هاي بدنا نشوف انه بيحكي لي انه الحبيبات هاي السوداء عبارة عن ايش؟ جلايكوجين متخزنة ايش؟ في جوا الخلية. فبيحكي لي الجلايكوجين موجود في كل الخلايا، فعشان هيك هاي النقاط هاي ايش هي؟ الجلايكوجين جرانيولز اللي هي الحبيبات، موجود في الليفر والمسلز بشكل ايش؟ اساسي. ليش؟ لانه بيحتاجوا كمية كبيرة من الطاقة، لانه حكينا السكر الزايد ايش بيتخزن على شكل جلايكوجين. هسا حكينا المونومر تاعه هو عبارة عن جلوكوز، ونوع الرابطة لازم نعرفها اللي هي الفا 1 4، يعني هاي الرابطة الفا 1 4. بس على البرانشنج هاد نعتبر انه من هون لهون 10، تمام، بصير عندي تفرع، فنوع الرابطة هاي الفا 1 6، تمام، الفا 1 4 والفا 1 6. الفا 1 4 في حالة اللينيار، تمام، وعند البرانش بتكون نوع الرابطة الفا 1 6. بس هي بدي اياك تعرفها. طيب هون ليش نعمل انه الرابطة الفا 1 6، تمام، اللي هي بتكون برا شو اسمه، برا الحلقة. ليش؟ عشان نتجنب اللي هو ستيريك هندرنس. بس اللي بدي اياك تعرفوا ان هو شو اسمه، كل البوليساكرايد عبارة عن نون ريديوسينج ايش شوغرز، ما بقدر ناكسدها. بس هي اللي بدي اياك تعرفوها، هذا الحكي كلياته ما بدي اياك تعرفوه، اذا بده يقرا يقرا. بس بشكل عام الجلايكوجين هو عبارة عن ايش؟ نوت ايش ريديوسينج شوغرز، يعني ايش الانومرك تاع الكربون تاعته كلياتهم ايش مرتبطة. فاحنا بنحكي الفا 1 6 الفا 1 4، فانا بحكي 1، فايش الانومر الكربون بترتبط مع اشي ثاني، فهمتوا علي كيف؟ فعشان هيك هو ما بقدر نختزله ناكسده، نون ريديوسينج شوجر. الستارش اللي هو ايش اللي موجود بالبلانت هو عبارة عن ايش، ستارش بوليساكاريد، نفسه للجلايكوجين، تمام، بس هذا موجود بالبلانت وهذاك موجود ايش في الانيمال. نفس الاشي المونومرز تاعون وجلوكوز. ما انه احنا ما بنقدر ننتج جوا عندنا في الخلايا، بس بنقدر ايش ناخذه عن طريق الدايت اللي هو بالرز، زي يعني بشكل عام. هسا في عندي تو ايش ديفرنت يعني تو ديفرنت فورمز لل، يعني عندي شكلين للستارج، ممكن يكون امايلوبكتين او امايلوز. هسا الامايلوبكتين يعني نسبته بالستارج 80 ل 90%، تمام، الامايلوز من 10 ل 20%. هسا الامايلوبكتين والامايلوز في عندهم اختلاف، يعني نشوف هنا وين هاي الرسمة، هاي الامايلوز وهاي الامايلوبكتين. الامايلوز بيكون ايش مش شايف تفرعات انا، فبيكون ايش نن ما عنده تفرعات. اما الامايلوبكتين زي الجلوكوز في عنده تفرعات، بس نسبة التفرعات اقل. هون بيحكي لي لما انا اهضم الستارش، تمام، لما اهضم الستارش عفوا، بيعطيني مالتوز وجلوكوز. هذا المالتوز لما اعمله نفس الاشي دايجستشن بيعطيني تو جلوكوز، لانه احنا حكينا بالاصل المالتوز هو عبارة عن دايساكرايد اوف جلوكوز. فلما انا اكسر شو اسمه الستارش اللي هو عبارة عن ايش بوليساكرايد اوف ايش جلوكوز، فبيعطيني جلوكوز 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 مثلا. خلينا نحكي هذول الثنتين عبارة عن مالتوز، بس هي اللي بدي تعرفه. الأمايلوز هو عبارة عن أن برانش زي ما حكينا، تمام، بيتكون من سلسلة طويلة من الجلوكوز، ونوع الرابطة ألفا وان فور، هذا اللي بدي تعرفه. بس الأمايلوبكتين نفس الإشي نفس الجلوكوز، أنا بشبهه كثير بالجلوكوز، يكون برانش، تمام، نفس الاشي. يعني في حال كان عنده برانش، هو بالاصل برانش عنده ايش سلسلة طويلة من الجلوكوز، وان البرانش بتاعه ميزة الجلوكوز ايش اقل،
تمام أقل عدد طبقات، وهناك حكينا كل 10 جلوكوز بعطيني تفرع، هنا كل 25 جلوكوز بعطيني تفرع. نفس الإشي اللي شو اسمه زي ما حكينا إن الجلايكوجين نون إز نون ريديوسينج شوجرز، تمام، فهو إيش الأمايلوبكتين والأمايلوز إز نون ريديوسينج شوجرز. والنوع الرابطة في الأمايلوبكتين والأميلوز حكينا إيش ألفا 1 4، إلا نقطة الإيش التفرع ألفا 1 6 زي الجلايكوجين. هنا حكينا هسا شو الفرق بين الجلايكوجين والأمايلوبكتين، حكينا إنهم نفسهم عند نفس المونومر اللي هو المونو جلوكوز، حكينا الاثنين عندهم برانش، تمام، بس الجلايكوجين أكثر أو أعقد. هنا حكينا كل 10 جلوكوز بعطيني تفرع، أمايلوبكتين كل 25 بعطيني تفرع، نفس الرابطة للاثنين ألفا 1 4، وعند نقطة التفرع بتكون إيش ألفا 1 6. زي ما حكينا الجلايكوجين موجود بالانيمالز والامايلوبكتين ايش موجود بالبلانتس، يعني هذا كلياته مراجعة. هسا شو اهمية التفرع هذا؟ اهمية التفرع بالجلايكوجين او في الامايلوبكتين بيعطيني ايش الافيشنسي تاعت الدايجستشن للمونومرز بتكون احسن، يعني بشكل عام كل ما زاد انه التفرع. ثواني بس خليني اكتبها، يعني عندي هون تفرع 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 تفرع، يعني نعتبر انه كل 25 او كل 10 هون تفرع، يعني هذول اللي بدي احطهم بال الدوائر بيكونوا تفرع تفرع. في حال زادت هاي النهايات تعون التفرع بصير عملية الهضم أحسن وأسرع، يعني بهضم إيش، لأنه أنا بهضم كل سلسلة جلوكوز، فأنا باجي باخذ هاي وهاي 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 مع بعض، بعدين هاي وهاي 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 مع بعض، يعني بس بشكل عام كل ما زاد عدد البرانش، تمام، بزيد الإفشنسي تاعت الدايجستشن. هاي بحكي له إنه بتعطيني نهايات أكثر، تمام، اكثر مواقع للانزيمات عشان ايش تهاجم الجلايكوجين وتكسره، وهذا بيزيد الافيشنسي تاعت الايش الدايجستشن او بريك داون اللي هو من بوليسكرايد لمونوسكرايد. كمان بتعطيني انه بتذوب اكثر، ليش؟ لانه هم عباره عن بولرز، فكل ما زاد عددهم بيكونوا ايش مور سوليوبل. نيجي للدكستران، الدكستران نفسهم نفس الاشي، بيتكون من ايش عباره عن ستورج، تمام، والمونومر تاعه هو الجلوكوز، تمام، بتصنع هنا بين بالبكتيريا واليست. اذا حكينا الستورج في الانيمالز، تمام، السليلوز عفوا الستارش الموجود بالبلانت، تمام، الدكستران موجود ايش بالبكتيريا وباليست. نوع الرابطة الفا 1 6 مش الفا 1 4، تمام، الفا 1 6 بين ايش اللي هي التشين اللي هي السلسلة الطويلة هاي. في التفرع عندي ثلاث روابط، يا الفا 1 2 يا الفا 1 3 يا الفا 1 4، عكس ايش الجلايكوجين والستارت. في حالة التفرع، تمام، بعطيني الفا 1 4، عفوا في حالة التفرع بعطيني الفا 1 6، في حالة التشين بعطيني الفا 1 4، هون عكسهم، وهو عبارة عن ايش هاي البرانش بوليسكر. هذا بدك تقرأوه اقرأوه، ما في مشكلة، يعني حتى الدكتورة ما ذكرته في المحاضرة وما ركزت عليه، بس بيحكي لي انه البكتيريا لما تيجي تعمل تسوس، تمام، يعني بتاخذ هاي المنطقة، تمام، وبتبلش تنتشر، تمام، وبعدين بتزيد الأحماض، لأنه يعني كل ما زادت الحموضة في أسناننا ايش بتسوي ايش للتسوس. بس هي هذا بدي اياك تعمله، عشان هيك احنا لازم ايش نحافظ على صحة الأورال كافيتي، يعني لازم نغسل فرش أسناننا. طيب هسا السيلولوز، السيلولوز اهم، يعني من اهم البوليساكرايد، تمام، هو ان برانشت، تمام، ان برانشت يعني ما عنده تفرعات. نوع الرابطه ايش هو المونومر تاعه، نفس الاشي بيتا جلوكوز، بس هناك كانوا الفا جلوكوز، هون بيتا جلوكوز، فتكون الرابطه بيتا 1 4. هو عباره عن ريجد، تمام، ريجد كثير قوي، تمام، وزي ما بنشوف هسا لما يجي يتحول من مونومرز، لما يعطيني السيلولوز
بتكون ايش؟ على شكل ايش؟ خط، وبتكون كتير قوية. كان هي عبارة عن هايلي كومباكت، يعني كثير معقدة، تمام، يعني كثير مش معقدة، يعني كثير متداخلة، فعشان هيك بتتعمل ايش انتر اكشن بين بعض عن طريق رابطة هيدروجينية، وهي الرابطة الهيدروجينية زي ما حكينا هي عبارة عن ايش نون كوفالنت، تمام، وبيكونوا ايش متوازيين ويعني فوق بعض، تمام، زي هون يعني نحكي هي فوق بعض، فبتعطيني ايش المايكروفيبريل، بتعطيني ايش اسمه مايكروفيبريل. هذا المايكروفيبريل لما يتجمع بعطيني الماكرو، المايكرو من يعني ايش صغير، ماكرو يعني اكبر، والمايكروفيبريل لما تتجمع تعطيني ايش السليلوز فايبرز، هذا اللي موجود بالتريز والبلانت بشكل عام. اذا السليلوز تشينز لما يتجمع بعطيني مايكروفيبريل، بيتجمع عن طريق نون كوفالنت ايش انتر اكشن اللي هي الهيدروجين بوند. لازم لازم كثير كثير مهمه شو نوع الرابط اللي بيرتبط فيها، هيدروجين بوند، تمام. المايكروفيبرل لما يتجمع بعطينا ماكروفيبرل، هذول لما يتجمع بعطينا السليولوز فايبر الموجود بالتريز والبلانت، وحكينا هو قوي، فبيعطي ايش بتكون وظيفته ستراكشرال بوليساكرايد. بس هو بيتكون من ايش دايساكرايد، نفس الرابطة بيتا 1 4. شو هو سيليبايوز؟ سيلوبايوز هو دايساكرايد، متكون من 2 جلوكوز، نفسه يعني، بس بتكون ايش نوع الرابطه بيتا 1 4. هسه هاي البيتا 1 4 تمام اللي موجوده بالسيلوبايوز، تمام، بكسر انزيم اسمه سيليوليز. طب هذا مش موجود جوا ايش جوا الهيومن بودي، عشان هيك انا ما بقدر اهضمه. هذا اشي منيح، تمام، عشان اخسر الوزن، عشان اخلص من الويست، تمام، يعني زي ما دخلته جوا معدتي بطلعه ايش بالاخراج مع الايش مع الويست وال يعني الاشياء السموم الى اخره. هاي لما انا اهضم السليولوز فايبر، تمام، اللي موجود بالفروت والفيجيتابلز بشكل رئيسي، بالخضار مش بالفواكه، لان الفواكه فيها شوية سكر، تمام، احنا ما بنهضمه، تمام، عشان هو زي ما حكينا هو عبارة عن بوليسكرات، تمام، فبيجذب المي، فبيزيد الاوزموتيك بريشر، تمام، من هذا انه بيتخلص من الويست برودكت. نفس الاشي هون سيليولوز كانت، طيب نفس الاشي يعني ايش يعني كانه بيرجع نحكي انه السيلولوز بما انه بتكون من ايش بولي سكرات، فبكون هايلي بولر، تمام، بيكون مور سوليبل، تمام، فبايش بيجذب المي، تمام، عن طريق الرابطه الهيدروجينيه بيناتهم زي ما حكينا. هذا بزيد يعني بكبر يعني بزيد المركب اعقد زي ما حكينا، هو كومباكت كومباكت وبصير مور كومبلكس، تمام. هذا ايش يعني لما بتعبى في الامعاء، وهذا ايش بنتخلص منه. وهو بنصح في ايش للناس اللي بدها تخسر وزن. طيب هو نفس الاشي يعني السليولوز يعني عشان اتخلص من الكوليسترول وال التوكسينز، تمام، هو ما يعني ما بيمتص عن طريق الامعاء، فايش انه بتخلص معاهم لما اجي اخرج بطلع الكوليسترول والتوكسينز معه. انه السليولوز هذا موجود بالانيمالز زي الكاوز والشيبس، تمام، فبيقدر ايش دايجست ذس فود. الكايتين وظيفته ستراكشرال، تمام، هو عبارة عن بوليساكرايد من ايش هيتي. هسه هو ايش نوعه؟ هسه في كل اللي فوق اللي حكينا معهم عبارة عن ايش هومو بوليساكرايد، هم الجلايكوجين والستارج والسليلوز كلياتهم عبارة عن ايش هومو بوليساكرايد، الا ايش الكايتن. الكايتن لا هذاك عفوا الجاجز عبارة عن هيتيريو. الكايتن برضه نفس الاشي هومو بوليساكرايد، مصنع من اشي اسمه ان اسيتيل جلوكوز امين، اللي هو حكينا عن امينو لما درسنا الموديفايد شوكرز حكينا هو عبارة عن ايش سكر عادي، بس عند الرابطة الثانية عند الكربون الثانية شلت ال او اتش وحطيت بدلها ان اتش 2، تمام، عشان هيك صار جلوكوز امين. جلوكوز امين هاي عن طريق رابطه امايد بوند، تمام، حطت بدالها معها اسيتيل، عشان هيك صار اسمه ان اسيتيل جلوكوز امين عن طريق رابطه اسمها امايد بوند. هذا ايش المونومر تاعها، وبكون نفس الاشي هومو بوليسكرايد.
نوع الرابطة بيتا 1-4. البيتا بر... هو... عفوا البيكتين برضو لا هو البي... الكايتن هومو بوليسكرايد، البيكتين عبارة عن ايش؟ هيتيريو بوليسكرايد، عبارة عن ايش؟ موديفايد جلاكتوز. اذا هو حكينا لما درسنا الموديفايد الاكسده، بس هاي المفروض ايش تكون؟ CH2OH، لما اكسدتها عن طريق الكربون نمبر 6 بده يعطيني ايش؟ جلاكتورينات، جلاكتورينات، وهذا عبارة عن ايش؟ استر. فهو عبارة عن ايش؟ ريبيتد ايش؟ موديفايد ايش؟ جلاكتوز، اللي هم استرز والايش؟ جلاكتورينيك اسيد. هو ايش وظيفته؟ ستراكشرال، ويتكون من ايش؟ تو موديفايد جلاكتوز اللي بيقدر يصنعهم عن طريق البلانت والبكتيريا. هو زي ما حكينا هيتير بوليوسكرايد، ونوع الرابطة بيتا 1-4. ونوع الرابطة في شو اسمه الكايتن بيتا 1-4، نفس الاشي. ما بعرف اذا ركزت عليها ولا لا، بس هي نوع الرابطة بيتا 1-4. هاي حكينا الكربون نمبر 6 صار لها اكسيدوس، تحول لجالكترونيك اسيد، والموجود هناك صار لها استر. والبيكت كثير كثير مهمه، كثير هاي السؤال يعني متوقع يجي، انه البيكتين عباره بقدر اصنعه استخدمه للجيلو في البلانتس. كثير كثير مهمه هاي الملاحظه، تمام، للبلانت مش للانيمال. هاي البيكتين بقدر اصنعه كايش؟ جيلو في ايش؟ البلانت. هسا في الانيمال في عندي ايش اسمه جيلاتين، يعني مش كثير مهمه هاي المعلومه، بس اللي بدي اياك تعرفوا انه البيكتين بقدر اصنعه ايش؟ كجيلو للفور بلانت، ومش موجود هذا البيكتين ايش؟ كجيلو جوا الانيمالز. اللي بدي اياك تعرفوا انه كل البوليسكرايد عباره عن ريديوسنت شوجرز، هاي كثير مهمه. هسا مين صفى النون ريديوسينج شوجرز اللي هم الكل بوليساكرايد كلياتهم عبارة عن ريديوسينج شوجرز، تمام، وبرضه الدايساكرايد اللي هو واحد منهم، مين هو؟ السكروز طبعا، والإيليجو ايش؟ الأوليجو ساكرايد، نفس الاشي عبارة عن ايش؟ نون ريديوسينج شوجرز. الريديوسينج شوجرز اللي هم المونوساكرايد زي الجلوكوز والجلاكتوز والمانوز والايش؟ اللاكتوز والمالتوز، هذول عبارة عن ايش؟ ريديوسينج شوجرز. هسا ندرس ايش؟ الجاجز. جاجز عبارة عن هيتير بوليساكرايد، عبارة عن ايش؟ ريبيتد دايساكرايد، بكون ايش عندي دايساكرايد اثنين نفس الاشي، بعدين ايش بيجي كمان اثنين نفس الاشي. موجود بالاكسترا سيلولار ماتريكس. بتكون من ايش؟ الدايسكراد هاي عندها ايش؟ نيجاتيف تشارج، جاي من يا اما من اكسسه الكربوكسيل جروب الموجود على النمبر 6، تمام، الكربون نمبر 6، او عنده السولفيت جروب، فهاي بتعطي مور بولر، انه بيجذب مي اكثر وهيك يعني. بس هون بحكي انه هو هاي البولر ليش؟ عشان نيجاتيف تشارج اللي جاي يا اما من السولفيت جروب او ايش؟ عن طريق الكربوكسيل جروب، او عنده امايد جروب اللي هو ايش؟ زي الجلاكتوز امين والجلوكوز امين، اللي هي عن طريق الكربون الثانيه شلت الاو اتش حطيت بدلها ايش؟ ان اتش 2. هذول كلياتهم عندهم هاي الالكترون نيجاتيف، فبكون ايش؟ مولر، بيجذب المي، وهذا بس بقدر استخدمه لايش؟ اللي هو امتصاص الصدمات. يعني الدكتورة حكت مش مهم اني احفظ الستركشر، بس اللي بدي تعرفه انه عنده ايش؟ شحنة سالبة، وانواع زي الكوندرتين والديرماتين الهيولارينيك اسيد والكيراتين، بس يعني بس مجرد ذكر. انا بحكي بس بدي اياك تعرفوا ايش الجنرال ايديا او الخصائص العامه، اللي هو عنده شحنه سالبه، وبيتكون من ريبيت دايساكرايد اللي هم من جلوكوز او جلوكوز امين او جالاكتوز امين، اللي هي ايش؟ موديفايد شوجرز. نفس الاشي الشحنه السالبه هي من اجت يا اما من السلفات يا اما من حمض الكربوكسيلي اللي هي على النمبر كربون نمبر 6، عملت لها دي بروتونايد فصارت نيجاتيف، فهم هاي بولر، تمام، وبتفاعلوا مع المي بشكل رئيسي.
نفس الاشي، جاكس عبارة عن هيتيرو بوليسكرايد عن طريق ريبيتنج دايسكرايد. تمام، اي موديفايد شوغرز، كثير كثير مهمة هاي الكلمة موديفايد شوغرز. تمام، يا اما عن طريق السولفيت جروب او الكربوكسيل جروب. تمام، باخذ النيجاتيف تشارج. تمام، فبتعطيني ايش؟ البولر. ممكن يكون موديفايد شوغرز عن طريق الامين جروب زي الجلاكتوز امين او الجلوكوز امين. هذا الحكي كلياته موجود في الجدول، كلياته يعني ما في كلمة برا الجدول، بس هذا الحكي كلياته ملخص في الجدول هذا. هسه من أهم الأشياء حكينا أهم جاج اللي هو الهايولارينات. تمام، موجود في الساينوفل فلويد. تمام، اللي هو بيكون بين المفاصل. تمام، أو بالإكسترا سيلولار ماتريكس لللوز كونكتيف تيشو. تمام، هذا بإيش بستخدمه؟ يا إما للتزييت أو إيش زي امتصاص الصدمات خلينا نحكي. والكوندروتين، تمام، من اسمه كوندروتين، معناته موجود بالكارتليج كشكل رئيسي وموجود بالبون وبالهارت فالفز. هو يعني هاي كثير مهمة برضه النقطة. موست اباندن جاجز، طيب عشان تكون بالصورة، هذا الجدول عمره ما اجى عليه سؤال. لا يعني من امتحان 019 و020 تعون البشري عمره ما اجى على هذا الجدول سؤال، بس اذا بده يجي عليه سؤال ممكن يجي عليه سؤال كماكسيمم، بس يعني مش غلط انه ايش نحفظه. هو يعني بتصفي الشغلة آخرها حفظ يعني. الهيبارين من اسمه برضه نفسه ايش، موجود بالبيسمنت ممبرين. تمام، وموجود بالسيل ستراكشر. يعني انا بالنسبة الي بدي اركز على الاشياء المهمة، انه الهيولورينات موجود بالساينوفال فلويد لان الدكتور ركزت عليها، وموجود بالاكسترا سيلولار ماتريكس تاع اللوز كونكتيف تيشو. الفانكشن تاعه وين؟ اللي هو اللوبريكان. تمام، والشوك ابزوربن. تمام، الكوندروتين من اسمه موجود بالكارتلج، وهو عبارة عن موست اباندنت جاك، هاي كثير مهمة. الهيبرين فيش فيه اشي كثير مهم، الهيبران دير بالكو، هاي الهيبران سلفات موجود بالبيزمنت ممبرين، وعنده ايش هاي اوف اسيتيل جلوكوز امين. يعني كانوا بيحكي لي عنده كثير بكتن. تمام، عندك لا عفوا كاي مين كايتن اتوقع اللي عنده جلوكوز امين، الكايتن ان اسيت الجلوكوز امين. يعني كانوا بيحكي اللي عنده كثير من ايش كايتن. والهيبرون الهيبرين هاي يعني سؤال كثير كومون، انها موجوده بالانتراسيلولار سيل. انتراسيلولار هذول كلياتهم موجودين بالاكستراسيلولار الا الهيبرين. الهيبرين هو الوحيد الموجود انتراسيلولار تعون ايش الماستيل اللي هم اللي بتعطيني هيستامين والى اخره، وموجود باللنج وبالسكن وبالليفر. هو ايش موجود بشكل طبيعي. الديرماتين من اسمه دير، من موجود بالسكن بشكل رئيسي، ما في اي شيء حكي زياده. الكيراتين موجود بالكورنيا وبالبون في الكارتلج. هو الوحيد اللي ما عنده يورونيك اسيد، اللي هو ايش اليورونيك اسيد اللي هو ايش كاربون نمبر 6 اللي هو لما عمل الجلاكتوز او الجلوكوز عمله اكسيد عن طريق كربون نمبر 6 اللي هي اوكسيدايز ات كربون نمبر 6 جلوكورونيك اسيد جلوكورونيك اسيد جلاكتورونيك اسيد. نيجي للبروتوغلايكان. هسه البروتوغلايكان عباره من اسمه بروتو، كميه البروتين قليله، والجلايكان بتكون كبيره. فالجلايكان هاي عباره عن جاكس. تمام، والبروتو الصغيره بتكون ايش كور اللي هو كور تاع بروتين. الميجر زي ما حكينا الشوغر، والماينر عبارة عن ايش كور بروتين. هذول بقدر استخدمه لللوبريكانت، يعني بشكل عام اي شيء فيه جاز بقدر استخدمه للتزييد. يعني بما انه للتزييد فاكتور ايش للادهيشن والايش سلسل كوميونيكيشن او الانتر اكشن. هون كمية التفرعات بتقل بتختلف، إذا قلوا التفرعات أكيد الدنسيتي بدها تقل، بالتالي إيش؟ بصير في عندي فراغات بالإكسترا سيلولار ماتريكس، فإيش كمية الباسج أو الترانسبورت للموليكيول بتكون أكثر، والعكس صحيح. بس هي اللي هاي بدي إياك تعرفوه. البكتيريا سيلول برضو كثير مهم، هو عبارة عن هيتيرو بوليسكرايد. تمام، موجود بالإيش بكتيريا سيلول، بتكون من تو سكرايد اللي هما ان اسيتيل نيور ان اسيتيل
ميوراميك اسيد اللي هي نام خلينا نحكي، والناج اللي هي ان اسيتيل جلوكوز امين. تمام، هسه الان اسيتيل ميوراميك اسيد عباره عن ايش؟ ان اسيتيل جلوكوز جلاكتوز ولا جلوكوز، جلوكوز امين. تمام، هو نفس الاشي بس بدل عند الكربون نمبر 3 بدل ما يكون عندي او اتش كونت رابطه او. تمام، مع ايش هاي الاشي اللي هي بنسميها لاكتيك اسيد. مش حفظ الاستراكشر بس بحكي لك شو الفرق بين النام والناك. هاي بحكي لي انه النام نفسه للناك بس عن طريق الاو اتش كاربون نمبر 3 بيرتبط مع كاربوكسيل جروب اللي هو اللاكتيك اسيد. هسه كيف البوليسكرايد اللي جوا هون بيرتبطوا عن اللي هم النام والناج؟ هاي الناج وهاي النام كيف مرتبطين مع بعض؟ عن طريق اشي اسمه بيبتايد او اوليجو بيبتايد كروس لينكينج. تمام، هم موجودين parallel to each other بيعطيني انه القوة زي السيلولوز. هو ايش بيرتبط؟ عن طريق البيبتايد، نت ايش اسمه، مش بروتين، بيبتايد كثير مهمة. هاي بيعملوا كروس لينك عن طريق البيبتايد ولا بولي بيبتايد، عن طريق بس بيبتايد. تمام، اللي هي شورت امينو اسيد بتكون مرتبطة مع الميوراميك ايش اللي هي ميور ان اسيتيل ميورامينات. هاي هسه نيجي ايش بالرسم نفصلها. بيبتايد وجلايكان، مش البيبتايد نت لونج بروتين بس، اللي بدي انا بيبتايد بس، وهم مش بروتوجلايكان. يعني بيبتايد وجلايكان كمية الجلايكان ايش اكبر، تمام، كمية البيبتايد اقل. ما حكيت بروتوجلايكان لانه هم عبارة عن ايش، بيبتايد، ما وصلت لمرحلة البروتين لسه، لانه هم عن طريق ايش شورت سلسلة قصيرة من الامينو اسيد. المين كومبوننت هو السكر، والماينر هو البيبتايد اللي هو شورت ايش تشين اوف امينو اسيد. هسه كيف هذا بيرتبط؟ عن طريق ايش؟ هسه كيف النام مرتبطة مع الناج؟ عن طريق البيبتايد حكينا. كيف مرتبطين؟ هسه في على شو اسمه، على النام عنده فور ايش امينو اسيد، ترتيبهم مش حفظ. تمام، بس اللي بدي اياك تعرفه عن طريق الثالثة اللي هي خلينا نشوف هون، هاي بتكون الانين هاي لايسين، يعني مش حفظهم ترتيبهم، بدي اياك تعرفوا بس عندي 4 امينو اسيد مرتبطين مع النام. تمام، هاي الاربع امينو اسيد مرتبطة مع 5 جلايسين. تمام، هاي الخمسة جلايسين مرتبطة مع ايش؟ النام الثاني، اللي هم مش ترتيبهم مش حفظ، اللي هم اشي لايسين والانين. هاي الميورميك اسيد طالع منه اربع امينو اسيد اللي هم الانين جلوتامين ولايسين والانين. هذول راح ناخذهم في ايش؟ محاضرة الامينو اسيد، مش للحفظ. هم هذا اللايسين الثالث عنده بيرتبط مع خمسة جلايسين، وهذا الخمسة جلايسين مرتبط مع ايش؟ النام مع النام الثاني وهكذا. بما انه هو كومبليكيتد فبيعطيني ايش؟ لانه عن طريق ايش؟ كروس لينك عن طريق البيبتايدز، مش برجع بحكي كروس لينك عن طريق البيبتايد مش بولي بيبتايد او بروتين، لان البروتين هو عبارة عن بولي بيبتايد بس ايش with specific function and ايش 3D structure. جلايكوبروتين حكينا عنه مسبقا عن طريق انه بيرتبط يا اما عن طريق او جلايكوسايد او ان جلايكوسايد. تمام، الان جلايكوسايد عن طريق ايش؟ الامايد بوند الموجودة في الاسبارجن. الاو جلايكوسايد عن طريق ايش؟ الامينو اسيد اللي هم السيرين وثريونين والهيدروكسيلايزين، كلياتهم عندهم ايش؟ او اتش جروب. هذا عنده ان اتش جروب، فبتكون رابط الجلايكوسيد عن طريق ان في حاله الاسبارجن، وحاله السيرين والثريونين والهيدروكسيلايزين عن طريق ايش؟ الاو جلايكوسيد. هسا شو اهميه هاي شو اسمه الجلايكوبروتين او بشكل عام؟ يعني تعطيني بروتين فولدينج، تمام، عشان تاخذ الشكل النهائي اللي هو 3D structure عشان احول بولي بيبتايد لبيبتايد. تمام، في حال
السكر مش موجود، البروتين ما راح يقدر ياخذ ال 3 دي ستراكشر. بروتين تاركتنج شو يعني؟ انا لما اصنع بروتين جوا خليه وبدي اوديه جوا السلمبرين او اللايزوزوم، تيجي هاي السكر بتمسك بايد البروتين بتوديه على ايش؟ التارجت، وبتطول من عمر البروتين، اللي هو بتطول من عمر ايش البروتين عشان ايش يكون مور فانكشن. والسلسلة كوميونيكيشن او الانتر اكشن اللي بتصير بين السيلز ادهيشن والاخره، وعن طريق السيل سيجنالينج عن طريق اني انقل السيجنالز من برا الخليه لجوه الخليه عن طريق ايش اللي هم البروتوغلايكان، عن طريق الجلايكوبروتين عفوا، لانه هون البروتين موجود ايش بشكل رئيسي. هسه ال A B يعني بشكل عام هون اللي بدي اياك تعرفوا انه في عندي ايش البلد جروب، بقدر اقسمه لتو سيستم A B O او ال ايش R H فاكتور في حال كان بوزيتيف او نيجاتيف. هون نركز على ال A B O سيستم، تمام؟ هو عن طريق ابلكيشن، تمام؟ هو تطبيق عشان اعرف فصيلة الدم في الجلايكوبروتين او الجلايكوليبيد عن طريق ايش الاوليجوساكرايد اللي هو مش احنا حكينا جلايكو بما انه في عنده سكر، نوع السكر الاخص اوليغوساكرايد، تمام؟ هذا الاوليغوساكرايد بيختلف من فصيل الدم لاخر، ممكن يكون جلوكوز او جالاكتوز او جالاكتوز ان اسيتيل، تمام؟ ان اسيتيل جلاكتوز امين، تمام؟ او ممكن يكون فيوكاز، هاي ممكن يكون جلوكوز او جالاكتوز او جلاكتوز امين او يكون فيوكوز، اللي هو هاي برضو كثير مهمه، هاي انه الفيوكوز هو جالاكتوز بس عملت له ريديوس، تمام؟ اعطاني الفيوكوز. كثير كثير مهم، كثير مهمة هاي. هسه في حالة الاو جروب ما عنديش ولا مونوسكرايد، انا هي بشكل عام دايما دايما هاي بتكون اخر سلسلة عندي هي جالاكتوز، تمام؟ مرتبطة مع فيوكوز، تمام؟ في حالة الاو خلص بتضلها زي ما هم. في حالة الاي، تمام؟ في حالة الاي عنده اي انتيجين، تمام؟ بيكون الجلوكوز والفيوكوز، تمام؟ عفوا الجالاكتوز والفيوكوز مرتبطه مع ايش؟ جالاكتوز امين، اللي هي الاي مرتبطه مع الجالاكتوز امين، البي مع الجالاكتوز، الاي بي عنده التنتين جالاكتوز والجالاكتوز والجالاكتوز امين. هون بس هاي ما حكيت عنه الدكتوره، بس بشكل عام بدي ارسم، تمام؟ هاي مرسوم هي بالأصل. هون دائما عندي النظام ال A B O اللي بيستقبل دائما ال O، هو بيعطي الكل، فبيعطي ال B وال A، وال B وال A بيعطوا ال A B، تمام؟ ال B بتعطي ال A B، تمام؟ وتستقبل من ال O، إذا ال O ما بيستقبل من إشي بس بيعطي إيش؟ وبيعطي الكل بشكل عام. ال B بتعطي ال A B وبتستقبل من ال O، فهمتوا علي كيف؟ ال A نفس الشيء بتعطي ال A B، تمام؟ بتستقبل من ال O، ال A B ما بتعطي بس بتستقبل من الكل. هي هاي الفكرة بدي اياك تعطيها. نرجع شو في هون حكينا، واحد فصل دم O بيعطي كل البلد جروب سواء كان O أو A أو B أو A B. طبعا كل واحد يعني ال O، ال O بتعطي ال O نفس الاشي وبتستقبل من الاو، الاي بتعطي الاي، تمام؟ وبتستقبل من الاي، يعني تستقبل من نفسها. هون نفس الاشي، يعني واحد فصل الدم بو اي، تمام؟ بيقدر يعطي للاي والاي بي، ما بنقدر في حال كان فصل الدم اي اكيد ما بقدر اعطي لا للاو ولا للبي. بس هي هاي، يعطيكم العافية. هيك خلصنا السكريات، إن شاء الله يكون الشرح مفهوم.